إذا مشاهدينا للمزيد حول الموضوع السوري ينضم إلينا من اسطنبول عبر الأقمار الصناعية الأستاذ زياد المنجد الكاتب الإعلامي السوري. أهلا بكم أستاذ زياد إلى استوديو الرافدين. أهلا وسهلا بك وبكل جميع المشاهدين. حياكم الله. بداية مع إدلب، تتصدر الأحداث محافظة إدلب مع يعني تصاعد تهديدات من النظام لفصائل المعارضة بارتكاب مجازر أو الدخول العسكري إلى إدلب. أين ذهبت التطمينات الروسية التي أكدت أكثر من مرة بعدم وجود نية للهجوم على إدلب؟ يعني لو نظرنا إلى مناطق خفض التصعيد التي أنشئت عبر مؤتمر أستانا، وهي أربعة في درعا والغوطة وشمال حمص وإدلب، نجد أن الثلاثة مناطق تم اغتيالها من قبل القوات الروسية وهي إحدى الضامنين ومن قوات النظام السوري. الوضع في إدلب حسب رأيي يختلف اختلافا جذريا لوجود الضامن التركي ووجود قوات تركية في إدلب وفي جنوب إدلب. نقاط المراقبة التركية تصل إلى محافظة حماة، وبالتالي تهديدات النظام لا أعتقد أنها جدية، ولا يمكن أن يجرؤ النظام على الاقتراب منها إلا إذا كان هنالك صفقات، والمسألة السورية تحتمل الكثير من الصفقات كما شاهدنا باستمرار من خلال تدخل الأطراف الدولية ومعالجة الأمر. ولذلك لا وجود لتطمينات الروسية، ولكن اللاعب التركي لا يمكن نسيانه في معادلة إدلب، وبالتالي يمكن أن يقدم النظام على الهجوم على إدلب ضمن صفقات، والأيام القادمة يمكن أن تعطينا الدليل على ذلك أو عدم وجود دليل على ذلك. أستاذ زياد، يبدو أن هناك صفقة تدار على الحدود مع الجولان السوري المحتل، حيث قيل بأن هناك انسحاب للقوات الإيرانية من تلك المنطقة. ألا يعطي هذا دافع أن تكون هناك صفقة جديدة لتطاول النظام ودخوله في إدلب؟ وماذا عن الوجود الإيراني بشكل عام في سوريا؟ الوجود الإيراني، القوات الإيرانية موجودة حتى في درعا وقرب الحدود مع الكيان الصهيوني، وكل ما يقال عن انسحاب الميليشيات الإيرانية من المناطق القريبة من الكيان الصهيوني هو عبارة عن وهم. القوات الإيرانية والميليشيات الإيرانية وجودها هي مطلب صهيوني قبل أن يكون مطلب سوري. القوات الإيرانية هي التي تزرع الطائفية في سوريا. إسرائيل أو الكيان الصهيوني يحاول قمع وجود الأسلحة الثقيلة لهذه القوات، أما أن تتواجد القوات الإيرانية في المناطق السورية بأسلحة خفيفة تقتل الشعب وتنشر الطائفية، فهذا أمر يعني أمر مرحب به من قبل الكيان الصهيوني ومن قبل الإدارة الأمريكية وحتى من الروس. ولذلك لا يمكن أن نقول أن القوات الإيرانية يمكن أن تنسحب، المطلوب وجودها وعدم وجود الأسلحة الثقيلة التي يمكن أن تمتلكها هذه القوات. نعم، عن حديث عودة اللاجئين، يبدو أن روسيا تحاول افتتاح مكاتب في المناطق وفي الدول المجاورة لسوريا من أجل إعادة عدد من اللاجئين عن طريق هذه المكاتب إلى سوريا. ما الذي يضمن حماية اللاجئين العائدين إلى الأراضي السورية؟ وهل النظام يستطيع فعلاً إن لم يلتزم مسبقاً بهدن ومناطق في التصعيد، هل من الممكن أن يضمن سلامة هؤلاء المدنيين الذين يريدون العودة إلى سوريا؟ روسيا تحاول أن تثبت للعالم أنها أعادت السلام إلى سوريا، ومسألة عودة اللاجئين وفتح مكاتب روسية في دول الاغتراب السوري ليس شأناً روسياً، هو من شأن تلك الدول التي تحتضن اللاجئين. يمكن أن تؤثر على الأردن ولبنان، ويمكن أن تتجاوب مع حكومتا الأردن ولبنان ويعود اللاجئين، أما الدول الغربية التي تحتضن اللاجئين لا يمكن أن تثق بتعهدات روسيا والنظام السوري، لأنها لا تقبل أن يعود اللاجئين إذا كان هناك خطر يمكن أن يلحق بهؤلاء. ولذلك فروسيا تحاول قدر الإمكان أن تثبت للعالم أنها أحلت السلام، ونحن وكما هو
موجود على الأرض، نحن بعيدون جدا عن السلام، وهذا الأمر هو عبارة عن شو إعلامي تحاول روسيا والنظام السوري يعني بثه للعالم ليقولوا أنهم حققوا شيئا كان العالم عجز العالم عن تحقيقه. نعم أستاذ زياد، النظام يقوم بإرسال قوائم لأسماء معتقلين قضوا في سجون النظام وتحت الاعتقال، يعني ما الذي يريده النظام من طرح هذه القوائم وإرسالها إلى أصحابها بهذا الوقت بالذات بعد هذه الفترة الطويلة من عملية القتل التي قتل على إثرها هؤلاء المعتقلون؟ يعني مسألة أو تجربة النظام مع المغيبين قسريا والمعتقلين تجربة طويلة منذ عام 1982، ومنذ أحداث حماة هناك 15,000 مفقودا إلى الآن لم يعرفوا ذويهم عنهم شيئا، ومنذ آذار 2011 إلى حزيران 2018 هنالك حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما يقارب 82,000 مفقود. في الفترة الأخيرة قامت قوات النظام السوري بتسليم قوائم للمتوفين تحت التعذيب إلى دوائر سجل المدني، وعلم الأهالي المعتقلين أن ذويهم قد توفوا من خلال مراجعتهم لهذه السجلات، وبالتالي لا يمكن لهذا النظام أن يرتدع من يعني الوهج الدولي أو المطالبة الدولية. هنالك في دارية كما بين تقريركم 2000 معتقل، 1000 منهم قضوا تحت التعذيب، ولا يمكن لهذا النظام إلا أن يحاول قدر الإمكان إعطاء هذه القوائم، لأن عدد القوائم التي صدرت حتى الآن تساوي 11,000 معتقل قضوا تحت التعذيب، وبالتالي هذه رسالة للعالم بأننا قادرون على أن نفعل أي شيء في الشعب السوري، ولا يمكن للعالم أن يتحرك، لا يمكن لهذا العالم الذي يدعي حرصه على حقوق الإنسان أن يفعل شيئاً، ولأن وجود النظام الذي يمارس هذه الانتهاكات ضرورة بالنسبة للكيان الصهيوني. المعارضة السورية شاركت في سوتشي مؤخراً وأيضاً في أستانة 10، يعني المعارضة أين هي اليوم من الحالة السورية؟ إلى أي مدى ترى بأنها كانت يجب أن تقبل بهذه الصيغة أو الرؤية الروسية للحل في سوريا؟ يعني من الظلم أن نقول عن هذه المعارضة أنها معارضة، هم من يمثلون؟ أنا أجزم بأنهم لا يمثلون أحدا من الشعب السوري ولا يمثلون الفصائل المسلحة السورية. من نصبهم كمعارضين ومن خولهم بأن يحضروا مؤتمر أستانا ومؤتمر سوتشي، من الظلم جدا أن نصف هؤلاء بالمعارضة. لم يمتلكوا تفويضا من الشعب ولا من الفصائل المسلحة التي تقاتل النظام، وبالتالي كل ما قامت به هذه المعارضة هي عبارة عن يعني عن أمور دفعتهم إليها الدول الإقليمية الداعمة لهم، والشعب السوري لا يعترف بهم ولا يعترف بأي شيء سوف تقوم به المعارضة كتقديم قوائم للجنة صياغة الدستور الذي يمكن أن يصدر قريبا. يعني إذا كانت المعارضة كما قلت بأنها لا تمثل أحدا، أستاذ زياد، يعني على من يمثل، على من يعول الشعب السوري اليوم؟ هل برأيك الشعب السوري اليوم يعول على الفصائل التي قد اجتمعت أخيرا في بيان صدر اليوم بتشكيل جيش ونواد جيش لثورة جديد في إدلب قد يقوم بتعديل الأمور أو قلب الأمور أو ميزان الثورة إلى ميزان الثوار؟ يعني هذا الأمر كنت أتمنى أن يكون منذ بداية الثورة. الفصائل تقاتلت فيما بينها وقتلت من أفرادها أكثر مما قتل النظام منها. هذا الأمر أتمنى أن يكون أمرا جديا، ولكن بعد فوات الأوان. الآن المعارضة المسلحة تنحصر في إدلب،
كانت ممتدة على 80% من مساحة الأرض السورية، والاقتتال بينها أدى إلى مقتل الألوف، ولم يقتل النظام منها أكثر مما قتل من الضحايا التي نتجت عن الاصطدام بينها. أتمنى أن يكون هذا الأمر يعني جديا، وأتمنى أن يكون هذا الأمر هو عبارة عن صرخة ذاتية وليس أوامر من الدول الممولة التي تمولهم. نحن نقطف ضعفنا في سوريا وفي الفصائل المسلحة، أننا كنا ننقاد إلى الدول التي مولتنا، وبالتالي لم نحقق شيئا ولم نفعل شيئا ضد النظام، لأننا ننفذ أوامر بعيدة عن الشأن السوري وبعيدة عن متطلبات الشعب السوري. الأستاذ زياد المنجد الكاتب والإعلامي السوري، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من اسطنبول التركية، شكرا جزيلا لك.